بنت الشيخ، ومن ما يعرف عطور وبخور بنت الشيخ اللي عامل ضجة، انطلقت من محافظة ظفار وافتحت 7 أفرع في عمان، واليوم دامنا اسم عمان في رأس بنت الشيخ، قالت بفتح في عمان مول فرع جديد بثيمة جديدة وبأسعار. اليوم الافتتاح الرسمي الجمعة راح تبهركم. الدور الأرضي عند بنك أبوظبي في عمان مول. أوهو، الثيمة الجديدة والشكل الجديد لبنت الشيخ، أجمل وأحلى عطور وبخور وبوكسات وهدايا تترياكم، وكذلك العبي الحريم تترياكم في هالمشروع اللي عامل ترند في محافظة ظفار بنت الشيخ. مسك الصباح، شوفوا الثيمة الجديدة والبوكسات الجديدة يا الحريم. تخيل ان السعر 50 70 100، لا 5 ريال. نعم بنت الشيخ تقول انكم تستاهلوا. معلومة يا جماعة، ترى الشغل أغلى من 5، ومستحيل تلقون الجودة هذه ب5، ولكن بنت الشيخ قالت أيضا زبايني اللي يبون سعر اقتصادي هم يستاهلوا، ولكن بجودة أعلى بكثير من هذا السعر. لا 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 لا، شوفوا الأكياس، شوفوا الثيم، شوفوا البوكسات. اللي يبون الهدايا شركات، وزارات، مؤسسات، ايضا دعمكم نبا يكون للمنتج العماني لبنت الشيخ. تعرف ان الحريم لما تضمن شيء ثمين في التجوري في الخزنه، هذا شيء ثمين، ومن افضل ما انتجته بنت الشيخ شيخه عمان. هذا البوكس بالثيمه الجديده وعاملينه ب35 ريال، تخيلوا ثمين وبهالسعر المناسب. عطر العروس وجوهرة الليل والأدهان والمرشات والروايح والأدهان الخاصة لبنت الشيخ والبوكسات، كلها تترياكم في الفرع الجديد في عمان مول. عموما ما بنحرق كل المنتجات، اليوم الجمعة المساء نترياكم، وكل يوم في عمان مول وباقي الأفرع 7. حياكم الله في بنت الشيخ.